إن شاء الله نتكلم على ديناميك المنشآت المحاضرة الرابعة. نفتكر اللي احنا خدناه قبل كده، خدنا أول حاجة المودرن اوف ستراكشرز، وعرفنا إن في عندنا سنجل ديجري اوف فريدم، سنجل ستوري ستراكشر، منشأ دور واحد، ده بنسميه سنجل ديجري اوف فريدم. وفي عندنا التو ستوريز أو أكتر من دور، وده بنسميه مالتي ديجري اوف فريدم. وعرفنا ان احنا بنحول السقف كله الى كتله واحده والعمدان كلها الى عمود واحد. الايكويشن اوف موشن استنتجناها اللي هي ام اكس دبل دوت زائد سي اكس دوت زائد كي اكس بتساوي اف. وعرفنا ازاي نحسب البارامترز بتاعه المنشا سواء كانت الماس بتساوي الويت على الجي، او الستيفنس بنعمل يونت ديسبليسمنت، بنحط سبورت يمنع الازاحه ونعمل يونت ديسبليسمنت في اتجاهه ونجيب الرياكشن ويبقى هو ده الاستفنس. قلنا الدامبنج عندنا بينقسم الى حاجتين، اما الدامبنج قليل جدا وده بنسميه اندامبت سيكشن، يعني السي تقريبا بصفر، او السي كبيره اكبر من صفر وقيمتها ملحوظه وساعتها بنسميها دامبت ستراكشر او دامبت سيستم. الفورس اللي بتاثر على المنشا ليها حالتين، اما انها تكون بزيرو ودي اسمها فري فايبريشن موشن، منشأ بيتحرك نتيجة initial displacement أو initial velocity، إزاحة مبدئية أو سرعة ابتدائية ناتجة عن إنك شديت المنشأ أو خبط فيه حاجة فأكسبته سرعة ابتدائية، أو إن الـ F لا تساوي صفر يكون في فورس شغالة عليه سواء كانت earthquake أو كان wind أو انفجار. لو في فورس بتأثر عليه ساعتها بنسميها forced motion. ومن التفريع اللي فاتت بنقسم المنشآت عندنا إلى أربع حاجات، الفري فايبريشن موشن للأندامبد والدامبد، والفورسد موشن للأندامبد والدامبد. الحمد لله إن إحنا خلصنا الفري فايبريشن موشن للأندامبد والدامبد. درسنا للأندامبد وعرفنا القانون بتاعنا واستنتجنا له معادلة للديسبليسمنت ومعادلة للفيلوستي، وعرفنا إزاي إن أنا لو عندي منشأ أندامبد معرض إنيشال ديسبليسمنت او انيشال فيلوسيتي ازاي ان انا احسب له الفيلوسيتي والديسبليسمنت عند اي وقت، او ازاي احسب الماكسيمم ديسبليسمنت او الماكسيمم فيلوسيتي اللي هو الامبليتيود. وعرفنا ان في حاجه اسمها فريكوانسي اللي هي الاوميجا ان، في حاجه اسمها اوميجا وفي حاجه اسمها اوميجا ان. اوميجا بس اللي هي الفريكوانسي للحركه بتاعه المنشا، اما الاوميجا ان فدي الناتشرال فريكوانسي بتاعه المنشا ودي لها قانون لسه كاتبينه من شويه، اوميجا ان بتساوي كي على ام، اوميجا ان سكوير بتساوي كي على ام. فعرفنا ان في حاله الاندامبت اللي بيحصل ان الريسبونس بيكون الديسبليسمنت عباره عن ساين ويف ثابته ما بتقلش ولا بتزيد، الفريكوانسي بتاعتها هو نفس الناتشرال فريكوانسي بتاع الموجه، وبيحصل شيفت شويه في الريسبونس. وعرفنا الاكس ماكسيمم وموضوع الزاويه اللي كنا اشتغلنا عليه. دخلنا بعد كده في الدامبد ستراكشر، وقلنا هنركز شغلنا على الاندر دامبد سيستم، اندر دامبد ستراكشر، لان طبعا قلنا ان في عندنا ثلاث حالات للدامبنج، كريتيكال اوفر اندر. الكريتيكال ده بيستخدم في حاله الابواب، الاوفر بيستخدم استخدامات اخرى في الاستخدامات الميكانيكيه، اما عندنا في الستراكشرز فمعظم المنشات عندنا بتخضع للاندر دامبد سيستم او ستراكشر، يعني الزيتا اقل من صفر. وجبنا قانون للاكس بيساوي زيتا رو في اي اس ناقص زيتا اوميجا ان تي ساين اوميجا دي تي زائد زيتا. الرو دي اللي هي الامبليتيود المفروض يعني، وعرفنا ان هي بتساوي جذر كذا، بس الكلام ده لو هي لوحدها من غير اكسبوننشال، معنى ان انا الاقي داله اكسبوننشال قدام الساين معناه ان الامبليتيود بتاع الساين هو ده كله الرو في الداله الاكسبوننشال. وهذا يعني ان الامبليتيود بتاع الساين ويف بتقل لانها مضروب في اي اس ناقص، اي اس ناقص دي داله ديكاينج، داله تناقصيه، فبيحصل ان المنشا بتاعنا بيبدا الريسبونس بتاعنا او الديسبليسمنت بتبدا تقل. ونلاحظ ان الفريكوانسي بتاع الموشن اوميجا دي مختلف شويه عن الاوميجا ان، في
في علاقه ما بينهم؟ اه في علاقه، تقول ان الاوميجا دي بتساوي اوميجا ان جذر 1 ناقص زيتا سكوير. لو الزيتا ساوت صفر هنلاقي ان الاوميجا دي بتساوي اوميجا، ما الزيتا بصفر معناه ان هو اندامبت، صح مش صح؟ ونفس الكلام لو الزيتا هنا بصفر فوق هتلاقي الداله الاكسبوننشال دي تطلع بواحد، يقص الصفر بكام؟ بواحد، فيتحول الى القانون بتاع الاندامبت. عملنا تيست فري فايبريشن تيست اوف دامبد ستراكشر وعرفنا وطبقناه المره اللي فاتت، وطلبنا من حضراتكم انكم تعملوا تقرير بسيط تجربه سريعه ان احنا المقدار اللي بيقل بيه النسبه ما بين كل بيك ما بين كل قمه والقمه التي تليها بناخد لها اللين ونسميها دلتا، او انك تقول القمه الاولى على القمه اي زائد واحد او جي زائد واحد تاخد لهم اللين وتقسم على واحد على جي اللي هي الدلتا. عن طريق الدلتا دي بنقدر نحسب الزيتا، حيث ان الزيتا بتساوي جذر التربيع الدلتا سكوير على 4 باي سكوير زائد دلتا سكوير، او ابروكسيميتلي لو عندي الزيتا صغيره ممكن احسبها على طول القانون دلتا على 2 باي. النهارده نتكلم على موضوع جديد خالص ومهم جدا اللي هو الفورس فايبريشن موشن. لو عندي في فورس بتأثر، يمكن الأمثلة اللي فاتت كانت بعضها غير واقعية أو بتحصلش كتير، كل فين وفين ما بتيجي طيق صاروخ يضرب مبنى، صح؟ فين وفين لما واحد بيشد مبنى، صح؟ لكن موضوع الزلازل أو الرياح دي عملية متجددة، كل يوم تفتح النشرة تلاقي في زلزال 5 ريختر 10 ريختر مش عارف إيه، صح؟ 100 وفيات و100 ألف مش عارف إيه إصابات، القصص دي كلها. فمعظم المنشآت بتتعرض لفورسد فايبريشن موشن. ده احنا عايزين نتكلم عليه النهارده. احنا زي ما قلنا بنتكلم على هنتكلم الاول على الفورس. الفورس عندنا بتنقسم الى نوعين، ايديال فورس اللي هي الساينسويدال، وجنرال فورس اللي هي زي الايرثكويك زي الزلزال. يعني انا لما باجي ادرس الفورسز عندنا بدرسها على شقين، أول حاجة افترض إن الفورس بتاعتنا ايديال، حاجة كده ساينسويدال، وأشوف تشتغل إزاي وتأثيرها إيه، لأن طبعًا دي ميزاتها إن هي بتديك إنديكيشن وانطباع إيه اللي بيحصل. لكن لما تيجي تجيب لي في الجنرال فورس شوية شخبيط كده، واخد بالك؟ ودخلوا على المنشأ وطلع، كتير جدًا من الناس يقول لك إيه يا عم ده شخبيط بيطلع بشخبيط، مثلًا. لأنه مش فاهم القصة. لكن اللي فاهم الأصل الساينسويدال وفاهم الجنرال فورس الايديال فورس عامله ازاي وازاي احول الجنرال فورس لايديال فورسز، ونشوف الكلام مع بعض، العمليه بتبقى ابسط وبنفهم الدنيا ماشيه ازاي. هندرس اول حاجه الايديال فورس ساينسويدال. طيب تعالوا نشوف مع بعض الايديال الايديال فورس ساينسويدال. هنتكلم اول حاجه على الفورس فايبريشن موشن اوف اندامبد ستراكشر زي اللي فات بالظبط. زي ما اتكلمنا على الفري فايبريشن اندامبد ودامبد، هنتكلم على الفورس برضه اندامبد ودامبد. المعادله بتاعتنا عشان اندامبد سيب صفر، فبقت الايكويشن بتاعتنا ام اكس دبل دوت زائد كي اكس بتساوي اف. لو الاف لا تساوي صفر وهديها صوره ساينسويدال فورس اف نوت ساين اوميجا اكسيتيشن تي. خد بالك بقى في اوميجا في فريكوانسي ظهر معانا تالت. احنا في عندنا ثلاثة فريكوانسي، كان عندنا اثنين بقوا ثلاثة. كان عندنا في فريكوانسي بتاع الايه؟ بتاع الحركة، فريكوانسي بتاع المنشأ اللي هو النشر فريكوانسي اللي هو الأوميجا إن. في عندي فريكوانسي ثالث اللي هو بتاع الفورس اللي بتأثر. يعني إيه فريكوانسي أصلاً؟ عدد الذبذبات أو عدد اللفات في زمن مقداره 2 باي. في زمن مقداره 2 باي. أما عدد اللفات في زمن مقداره 1 ثانية بنسميه سايكليك فريكوانسي. واما التي اللي هي التايم بيريود اللي هي واحد على اف او 2 باي على اوميجا هي عباره عن زمن الذبذبه الواحده او اللفه الواحده. هنفترض ان الفورس بتاعتنا اف نوت ساين اوميجا اكسيتيشن تي. نلاحظ ان المعادله بتاعتنا سكند اوردر نون هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن. ليه نون هوموجينيوس؟ لان طرف اليمين مش بيساوي صفر. وساعتها حضرتك لو تفتكروا كان الاكس بتساوي او الواي زمان بتساوي واي هوموجينيوس زائد واي بارتيكولار. مظبوط؟ طيب
الواي او نقول الاكس بتساوي اكس هوموجينيوس زائد اكس بارتيكول. الاكس هوموجينيوس هو نفس اللي احنا استنتجناه للمعادله الهوموجينيوس اللي هو لو تفتكروا كان سي 1 كوزين اوميجا ان تي زائد سي 2 اوميجا ان تي. ما ينفعش نعوض دلوقتي بثوابت التكامل، لازم الاول اجيب البارتيكولر سوليوشن وابدا اعوض في ثابت التكامل. طيب عشان نجيب البارتيكولر سوليوشن في طريقتين، في طريقه الفرض وفي طريقه الاوبريتور. ايه طريقه الفرض؟ ان انا بفرض ان الاكس بارتيكولر على صوره الطرف اليمين اللي هو ما بيساويش زيرو، وابدا استنتج الثابت منه في طريقه البارتيكولر الاوبريتور لو تفتكروا اللي هو الدي، واخدين بالنا؟ فنشتغل بالطريقه الاولانيه لانها هي الاسهل والاقرب للفهم. بنفرض ان الاكس اللي هي الاكس بارتيكولر بتساوي سي 3 ساين اوميجا اكسيتيشن دي عشان الطرف اليمين بالساين، فانا توقعت ان هيطلع الاكس بساين. خدتوا الطريقه دي ولا خدتوهاش؟ خدتوها؟ ان لو الطرف اليمين بالساين بنفرض ساين زائد كوزاين، لو الطرف اليمين بولونوميال بنفرض بولونوميال. فاكرين الكلام ده؟ مش مشكله. ايه؟ طيب مش مشكله. هنفرض ان الاكس بسي 3 ساين اوميجا اكسيتيشن تي، لو جينا نجيب الاكس دوت نعمل ايه يا جماعه؟ هنفاضل مره. لو جينا نجيب الاكس دبل دوت نفاضل كمان مره. لو خد بالك لما فاضلنا مرتين طلعت الاشاره بره ناقص، لان فضلت الساين بكوزاين وفضلت الكوزاين بسالب ساين، دي اول ملحوظه. كل مره كنت بتكامل بتفاضل فيها، اسف مش بكامل، كل مره كنت بتفاضل فيها بتفاضل ما بداخل القوس، تفاضل اوميجا اكسيتيشن تي يطلع لك اوميجا اكسيتيشن تي بره الساين مره وكمان مره عشان فضلت مرتين، فيطلع لك اوميجا اكسيتيشن سكوير في سي 3 ساين اوميجا اكسيتيشن تي. واضحه؟ هرجع اعوض بيهم في المعادله الاصليه، هشيل اكس دبل دوت واحط القيمه دي، هشيل اكس واحط القيمه بتاعتي. لو بصينا في المعادله البسيطه دي ممكن ناخد من هنا سي 3 ساين اوميجا اكسيتيشن تي عامل مشترك، ما هي موجوده هنا اهي وموجوده هنا اهي، يتبقى لنا ناقص اوميجا ناقص ام اوميجا اكسيتيشن سكوير زائد كي. كلام كويس. مش في عندي هنا ساين اوميجا اكسيتيشن تي وساين موشن تي مش نطيرهم مع بعض؟ يعني ممكن نقول احنا مش نطيرهم مع بعض، لان التطيير ده ما ينفعش. ممكن اقول ان المضروب هنا قدامها الامبليتيود هنا بيساوي الامبليتيود هنا، لما يكون عندي اثنين ساين بيساوي بعض بس الامبليتيود بيساوي الامبليتيود. يعني نقدر نقول ان سي 3 بتساوي اف نوت على كي ناقص ام اوميجا اكسيتيشن تي، يبقى الاكس هوموج بارتيكولر بيساوي اف نوت على كي ناقص ام اوميجا اكسيتيشن سكوير في ساين اوميجا اكسيتيشن تي. وعندئذ ممكن ناخد الكي بره عامل مشترك من المقام، يتبقى لنا هنا واحد، وناخد هنا ام عام كي عامل مشترك. خد بالك خد بالك لما اخد الام كي عامل مشترك ينزل لي كي في المقام اهي. طيب بس افتكر ان الاوميجا اوميجا ان سكوير كانت بكي على ام، اقلب واحد على اوميجا ان سكوير بام على كي، يبقى ام على كي اللي هنا دي عباره عن واحد على اوميجا اكسيتيشن اوميجا ان سكوير، يبقى القانون بتاعنا اتحول الى صوره اف نوت على كي واحد على واحد ناقص اوميجا اكسيتيشن على اوميجا ان سكوير ساين اوميجا اكسيتيشن. نفهم دي تاني؟ نفهم دي تاني. انا جبت صيغه الاكس بارتيكول، عايز اصفي الامور شويه، فهاخد الكي على المشترك من المقام طلع لي بره. لما اخد الكي على المشترك من المقام دي تبقى بواحد واقسم على الكي، عشان لما اجي ادخل الكي مره ثانيه تديني كي والكي تروح مع الكي في المقام. كويس. انا اعرف من شويه ومن زمان ان اوميجا ان سكوير بكي على ام. طب ام على كي تساوي ايه؟ واحد عليها. فانا عندي هنا في ام على كي موجوده، ممكن اشيلها واحط مكانها واحد على اوميجا ان سكوير. فبقت المقدار ده بيساوي اوميجا اكسيتيشن سكوير على اوميجا ان سكوير، ناخد السكوير بره عامل مشترك. ادي صيغه الاكس بارتيكولر بتاعتنا والاكس هوموجينيوس، ادي الصيغه بتاعتها. اذا اكس بتساوي اكس هوموجينيوس زائد اكس بارتيكولر. اكس هوموجينيوس ده بنسميه ترانزيت
والاكس بارتيكولر بنسميه ستيدي ستيت. وهنفهم قدام، يمكن هنا العمليه مش مفهومه قوي، قدام هنفهمها في الدامبد لانه التعبير بتاعها يعني منطبق عليها. ترانزنت معناه مؤقت، ترانزنت معناه مؤقت، ستيدي ستيت معناه حاله الثبات. ماشي يا جماعه؟ دي معناها. طيب تعال نشوف مع بعض. اكس بتساوي سي 1 كوزين اوميجا ام تي زائد سي 2 ساين اوميجا ام تي، ده الهوموجينيوس اللي احنا سميناه ترانزنت، وفي البارتيكولر تحت اللي هو اف نوت على كي 1 على 1 ناقص اوميجا اكسيتيشن على اوميجا ان سكوير ساين اوميجا اكسيتيشن تي. ملحوظه مهمه ناخد بالنا منها، المقدار اف نوت على كده حد يشبه عليه هو عباره عن ايه؟ ممتاز، دي الستاتيك ديسبليسمنت. صح؟ يعني انت لو كنت بدل ما بتاثر بفورس دايناميك تتراوح ساينسويد ما بين اف نوت وناقص اف نوت، لا اثرت بفورس ستاتيك بس. صح؟ فالجزء اف نوت على كده اللي هو الاكس ستاتيك. طيب ده كده الاكس. لو افترضنا ان زيرو انيشال كونديشن، مش معقول بقى جه زلزال وصاروخ وواحد كان بيشد في نفس اللحظة، صعبة شوية يعني، وإن كان لو عايز تستنتجها استنتجها، لكن إحنا للتبسيط نظرا إنها حاجة ما تتكررش كتير، يعني إن كل الحاجات تتجمع في حتة واحدة، فإحنا إيه؟ هناخد زيرو إنيشال ديسبليسمنت، يعني إكس نوت بزيرو وفي نوت بزيرو، هنعوض هنبسط الإكس اللي فوق دي كلها تصير على هذه الصورة، إف نوت على كي 1 على 1 ناقص أوميجا إكسيتيشن على أوميجا إن سكوير ساين اوميجا اكسيتيشن تي ناقص اوميجا اكسيتيشن على اوميجا ان ساين اوميجا ان تي. سلام. مثال ذا شون فريم از سبجكتد تو انيشال ديسبليسمنت 10 سنتي. اظن ده مش انيشال ديسبليسمنت، اظن دي فيها غلطه، هنا مفيش انيشال ديسبليسمنت، والله اعلم، هنشوف مع بعض. هو بس معرض سبجكتد تو هوريزونتال فورس از دي 15 بس الواحد بالانجليزي والخمسه بالعربي 15 ساين 10 تي طن كالكوليت ديسبليسمنت اند فيلوستي افتر 4 سكندز. عادي خالص. ده المثال اللي احنا خدناه في مثال واحد في المحاضره الاولى لو تفتكروا. كنا حسبنا الكي ب 250 طن على المتر، فاكرين الرقم ده؟ وحسبنا الاوميجا ان بخمسه، الاكس نوت بوينت 1 لو ده شغال، وفي نوت بزيرو، واف نوت ب 15، والاوميجا اكسيتيشن ب 10. ده اسف، هو هنا واخد انيشال ديسبليسمنت انيشال فيلوستي، فمش هينفع ان انا اعوض في القانون الاخير اللي انا استنتجته. نرجع ورجعنا بقى، اسف كده. مثال ذا شون فريم سبجكتد تو انيشال ديسبليسمنت 10 سنتي ات ذا فلور ليفل اند سبجكتد تو هوريزونتال فورس 15 المفروض 15 بالانجليزي 15 ساين 10 تي طن كالكوليت ديسبليسمنت اند فيلوستي افتر 4 سكند. الكي بتاعتها ب 250، الاوميجا ان ب 5، خد بالك معايا الاكس نوت ببوينت 1، الفي نوت ب 0، الاف نوت ب 15، الاوميجا اكسليشن ب 10. جبت منين القيمتين دول؟ مش هو قال لي ان الفورس بتاعتنا 15 ساين 10 تي، واحنا قلنا ان الفورس بتاعتنا على سي على صوره اف نوت ساين اوميجا اكسليشن تي قارب، يبقى الاوميجا اكسيتيشن هتبقى 15، الاوميجا اكسيتيشن ب 10 والاف نوت ب 15. نظرا لان الانيشال ديسبليسمنت الانيشال فيلوست مش بصفر، لازم ارجع اعوض الباوندري كونديشنز في المساله الاصليه. هعوض مره في القانون بتاع الاكس، واعوض مره في قانون الفيلوستي، واقدر اجيب الباوندري كونديشنز وثابت التكامل، واقدر اجيب الديسبليسمنت والفيلوستي بعد زمن مقداره 4 ثواني. في بس حته عايزين نتكلم عليها،
لو عندنا زيرو انيشال كونديشنز ده القانون بتاعنا، دي اللي هي اكس ستاتيك زي ما قلنا صح. المقدار ده واحد على واحد ناقص اوميجا اكسايتيشن على اوميجا ان سكوير، محتاج نظره يعني متانيه. اوميجا اكسايتيشن، اكسايتيشن معناها تاثير. المقدار ده لو رسمناه نلاقي رسمته عامله كده، وركزوا معايا فيه ان الرسم دي انا بعتبرها اهم رسمه في علم الديناميكا. الاوميجا ان لا دخل لنا فيها، ده منشا صح، ينفع نقلله نزوده؟ صعب، وان كان هناخد في اخر محاضره ازاي دلوقتي قدروا ان هم يتغلبوا يغيروا في الاوميجا ان. ماشي، تعالى نتخيل اول حاجه ان الاوميجا اكسايتيشن بزيرو. لما المقدار ده بزيرو يا جماعه اقسم بزيرو، زيرو على اي حاجه بكام؟ بزيرو، واحد على واحد تساوي واحد، وده اللي حصل هنا. لما الاوميجا اكسايتيشن على اوميجا ان بزيرو دي ادتني واحد، وده منطقي. ركز معايا، بص ارجع ورا، ارجع ورا، بص دي كده الاكس ستاتيك، الاكس ستاتيك مضروبه في القيمه دي. القيمه دي لو بواحد يبقى الديسبيسمنت بتساوي اكس ستاتيك، صح ولا مش صح؟ وده منطقي، انت عندك غساله ما تتحركش، بس هي ليها ايه؟ فورس، وزن. مش الوزن ده يا جماعه، ما هي بتتهز بايه؟ ايه الامبليتيود بتاع الهزام بتاعها يا جماعه؟ الويت بتاعها. الفورس ده، ما هي الويت عباره عن فورس يا جماعه، صح ولا مش صح؟ الويت عباره عن فورس. فانت لو عندك الاوميجا اكسايتيشن بزيرو يعني الراجل ما بيتهزش، يبقى اللي هيحصل ايه يا جماعه؟ يبقى الراجل اللي هيحصل ايه يا جماعه؟ ان اكس ديسبيسمنت هتبقى اكس ستاتيك. طب تعالوا نشوف بقى، تعالوا نشوف الحته الخطيره دي. شايفين الخط النقط ده؟ ده عند اوميجا اكسايتيشن على اوميجا ان بتساوي واحد، يعني اوميجا اكسايتيشن بتساوي اوميجا ان. لو المقدار ده على المقدار ده سوا واحد، واحد ناقص واحد تساوي كام؟ زيرو. واحد على زيرو يساوي كام؟ انفينيتي، صح ولا صح؟ ودي ظاهرة خطيرة جدا بنسميها ريزونانس، الرنين، الرنين. ممكن تعالوا نفصل الكلام ده. بيقول لك لو اوميجا اكسايتيشن اصغر من اوميجا ان، المقدار ده اكبر من زيرو. تعالوا نرجع ناخد الحته حته. لو انا في الحته دي، لو انا يا جماعه في الجزئيه دي، لو انا في الجزئيه دي يعني اوميجا اكسايتيشن اصغر من اوميجا ان، فانا في المقدار، فالمقدار ده اكبر من زيرو. وساعتها بنلاقي ان الاف والاكس هاف ذا سيم ساين. خد بالك، لو الاوميجا اكسايتيشن على اوميجا ان اصغر من الواحد، المقام ده هيبقى موجب ولا سالب؟ موجب، صح ولا مش صح؟ يبقى لما ترجع للقانون العام بتاعنا هتلاقي ان الاكس والاف لهم نفس الاشاره، صح؟ جميل. وده معناه ايه؟ بنسميه اللي هو الاكس والاف والاكس ان ذا سيم دايركشن، وده بنسميه انفيز ديسبيسمنت. يعني ايه انفيز ديسبيسمنت؟ يعني بص، ممكن يكون الفورس اللي بتاثر عندنا يا جماعه، او جبت منشا ليه اوميجا ان، اثرت عليه بفورس سينسويدال، الاوميجا اكسايتيشن بتاعت الفورس بتاثر اصغر من بتاعت المنشا، صح؟ فهتلاقي ان الفورس بتاعتك تيجي ناحيه اليمين المنشا يروح يمين، الفورس تيجي شمال المنشا يجي شمال. ليه؟ لان المنشا هو الاقوى، صح؟ المنشا اوميجا بتاعته اكبر، وانت جيت تهز كده في حته حاجه بسيطه على الهادي، بتهزه على الهادي، صح؟ فتلاقيه شغال معاك ايه؟ هادي، تروح تروح يجي. لكن لو الاوميجا اكسبشن اكبر من الاوميجا ان، هنلاقي ان المقدار ده يا جماعه اقل من صفر، وساعتها هنلاقي ان الاف والاكس هاف ذا اوبزنج ساين، او في اتجاهين مختلفين، وبنسميها اوت اوف فيز. يعني لو حصل انك جيت هزيت المنشا باوميجا اكبر من اوميجا، اكبر من اوميجا ان بتاعته،
تهز يمين يروح شمال، تهز شمال يروح يمين. واخدين بالنا؟ طيب لانه طبعا بيحصل له ديستربنس. المشكله اللي انا كنت اتكلمت عليها من شويه ان الاوميجا اكسايتيشن تساوي اوميجا ان، وده بنسميه الرنين ريزونانس، ودي حاله خطيره جدا. طبعا في حاله الاوميجا بتساوي اوميجا ان ما ينفعش اشتغل بالقانون ده، ولا ينفع؟ هيديني فنت صح ولا صح؟ فالحل ان انا ببدا استنتج الاكس بارتيكولر من اول وجديد، ببدا استنتج الاكس بارتيكولر من اول وجديد للكيس دي. بس انا هنا فرضت ان الاكس هي بسي 3 تي كوزين اوميجا ستيشن تي، ماشي؟ طب ليه فرضت التي مضروبه في كوزين؟ ما كنت فرضتها مضروبه في ساين. لا، عشان انا عايز اعمل ايه؟ عايز اقول لما اجي فاضل هقول الاول في الفاضل الثاني، الثاني في الفاضل الاول، صح؟ مظبوط يا جماعه؟ فاقول ان السي 3 لما اجي اجيب الاكس داش، خد بالك بقى، لما اجيب الاكس داش سيب السي 3، السي 3 مالناش دعوه بيه، هتديك تي في ساين اوميجا اكسبشن تي، صح؟ زائد كوزين اوميجا اكسبشن تي. كلام حلو. دي الاكس دوت او الاكس داش. لما اجي اجيب الاكس دبل داش، خد بالك ان كان في كوزين واقفه لوحدها، صح؟ لما اجي افاضلها تديني ساين زي الطرف اليمين، مظبوط؟ فاهمني؟ فيبقى حاجات زي بعض. تفحين كمان ان لما اجي افاضل الطرف الثاني اللي هو كان تي ساين، هيروح مديني تي كوزين بالسالب تطير مع تي كوزين اللي موجوده في الاكس، ويتبقى لي ساين مع ساين والطرف اليمين في ساين. وصلت ان الاكس بارتيكل بتساوي الكلام ده، هجمعها مع الاكس هوموجينيوس، هجمعها مع الاكس هوموجينيوس، ظهر لي نص كده. اللي فوق ده الحل العام، اللي تحت بقى الحل لما حصل ايه؟ في حاله الريزونس، في حاله الرنين. تلاقي ملحوظه عجيبه. ده الشكل بتاعنا. ايه؟ ايه اللي خلى الشكل يعمل كده؟ بص الكوزين دي الامبليتيود بتاعها ايه؟ الامبليتيود بتاعها يا جماعه؟ تي، صح؟ او اوميجا ان في تي. معنى الامبليتيود تي ان عند الثانيه الثالثه الامبليتيود بتاعنا 3 اوميجا ان، عند الثانيه الخامسه 5، عند الثانيه العاشره 10 اوميجا، عند الثانيه ال 100 100 اوميجا ان. لو دنت الفورس اتاثر كده ايه اللي هيحصل؟ هيذهب الى ما لا نهايه، او بمعنى اصح هينهار المبنى. ودي يا جماعه ظاهره، ادي الشكل بتاعنا اهو، اكس ماكس على الاكس ستاتيك. بص عند الاوميجا اكسايتيشن بتساوي اوميجا ان، شوف الراجل راح فين؟ راح لانفينيتي. ودي ملحوظه يغفل عنها كثير من الناس الذين لا يدرسون الديناميك. تلاقي الناس يقول لك الدنيا دي غريبه، ايه يا عم الغريب فيها؟ يقول لك زلزال، اول زلزال جه في مصر سنه 92 اللي اطاح مش عارف 20,000 وفيات و 200,000 اصابات و 5 مليون مشرد واعداد كده. بيقول لك كان زلزال غريب ازاي؟ بيقول لك المنشآت الضعيفه اللي كانت مبنيه بالطوب ما وقعتش، في حين ان المنشآت الخرسانه القويه وقعت. سمعت المقوله دي؟ ما عصرتوش انتوا زلزال ده، مش كده؟ كان عندك 3 سنين؟ 4 سنين؟ طب كويس. طبعا كانت حاجة محيرة جدا. كانت حاجة يا جماعة محيرة جدا. وده اللي حصل. إن المباني اللي بالطوب الناي، الطوب الناي ما وقعتش. اللي بالطوب الأحمر. لا، الطوب الناي اللي هو اللبن. اللي في الأرياف ما وقعتش، واللي بالطوب العادي حوائط حاملة برضه يعني شروخ، شوية شروخ. الخرسانة بقى
وطبعا للأسف استغل الناس هذا الحدث، وبدأوا بعد كده أي مهندس صاحي من النوم العمود محتاج 25 في 40 لكن عمله 25 في متر. ليه؟ عشان الزلازل. طب أنت ما خدتش العظة، ما المنشأ اللي كان خرسانة وقوي واقع والمنشأ التاني ما وقعش، ما سألتش نفسك ليه؟ طب سؤال ليه بقى؟ لأنهم مش فاهمين العبرة مش بقوة الزلزال. لا تسمع سبعة ريختر، يقول لك شوف يا أخي اليابان بيجي لهم منشآت تسعة ريختر وما بيحصلش حاجة، تلاقي اثنين وفيات وثلاثة إصابات. عندنا يوم ما يجي اثنين ثلاثة ريختر ولا حاجة تلاقي البلد اتردمت. ليه؟ لأن العبرة مش بقوة الزلزال بس، مش بفروض، العبرة بأوميجا اكسايتيشن على أوميجا ان زي ما احنا شايفين. بالك شوف لما كانت أوميجا اكسايتيشن بتساوي أوميجا ان، شوف اللي بيحصل للمنشأ ما نهاية، هيقعد يزيد 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 ما يقع المبنى. الأصل في الزلزال إن الأوميجا اكسايتيشن بتاعته كبيرة. يعني انتوا عارفين الزلزال بيعمل كام سايكل في الثانية؟ توصل 50 40 50 40، وبيغير القيم بتاعته في حدود 100 في حدود 500، لكن السايكل كام سايكل في الثانية الواحدة؟ حدود 50 أو 40. طب زمن 2 باي هو 6 ثواني يجيب 300، يبقى الاوميجا اكسايتيشن كبيره ولا صغيره؟ كبيره ولا صغيره يا جماعه؟ كبيره. لما تجيلي المنشا خرساني قوي جدا وتيجي تحسب له اوميجا ان جذر كي على ام، كل ما زود الكي ايه اللي يحصل للاوميجا ان يا جماعه؟ تزيد ولا تقل؟ تاني اوميجا ان بتساوي جذر كي على ام، عمالين نزود الكي نزود الكي نزود الكي، انت عمال تزود الاوميجا ان، وكل ما تزود الاوميجا ان عمال تقربها من الاوميجا اكسايتيشن عشان يحصل ريزونانس وانهيار للمبنى. فاهمين القصه؟ اقول تاني اللي بيحصل كلير؟ ما هو مش لازم، بص يا جماعه مش لازم اوميجا اكسايتيشن تساوي اوميجا ان، ما خد بالك بص معايا بص، لا ساوت بوينت 8 منها اهي، ادي ادي البوينت 8 اطلع لي انا خط كده تديك خمس مرات اكس ستاتيك، يعني الفورس دي على ستارت ستاتيك تجيب لي 2 سم دايناميك، وانج سيزون بتساوي بوينت 8 من اوميجا اكسايتيشن تجيب خمس مرات، العمدان بتاعتك متصممه انها تشيل شير خمس مرات اكس ستاتيك مش مصممه. ايه؟ بالظبط، وهي دي الفلسفه اللي بره، دي الفلسفه اللي بره وعوها من زمان بقى لهم 25 30 سنه، وخدوا قرار بكده ان ليس من الحكمه انك تزود الستيفنس بتاعت المنشأ، مش بالحكمة. اصل الماس دي مفروض عليك ده ما انت عمال تزود الماس، زي ما تشوف قدام بتزود الفورس برضه. اللي هنشوفه ان شاء الله ممكن في المحاضره اللي قبل الاخيره او الاخيره، ان دلوقتي في زمان او من 20 30 سنه كان في حاجه بره اسمها سوفت بيلدينج، انه يصمم المنشا ويقلل الستيفنس بتاعته كمان مش يزودها. يعني العمود عايز 50 في 40 يخليه 25 في 35 يقللها شويه. فاهمين القصه؟ عشان عارف ان هو كده بيبعد عن منطقه الريزونس. اتفضل. ايه؟ اصل
كلامك مظبوط. بس طبعا احنا عارفين زلزال قوي زلزال ضعيف ده اف نوت، احنا قلنا الاف تساوي اف نوت ساين اوميجا سين تي، صح؟ كلمة اف نوت دي اللي تعني ضعيف قوي، 5 ريختر 10 ريختر بقى اف نوت. لكن اوميجا اكسيتيشن دي ليها رينج، مش معقول هيجي زلزال عمال بيتهز بالراحة واخد بالك بيعمل لي 10 ذبذبات في الثانية ولا 10 ذبذبات، ما بتحصلش. فاهم القصة؟ ففي رينج معين للأوميجا سين للزلازل، في رينج معين للأوميجا سين للزلازل. من الصواب إن إحنا نبتعد بالمنشآت بتاعتنا عن هذا الرينج. شفنا مع بعض إزاي لو عندنا منشأ، مش لازم يكون منشأ، أي حاجة في الدنيا لازم يكون لها ناتشرال فريكونسي. لو عرضتها لويف مش لازم تكون ميكانيكال ويف، ممكن تكون ساوند ويف، اي ويف. وكانت الويف اللي انا اخترت بيها ليها اوميجا تساوي الاوميجا بتاع السيستم، لو قلنا سيستم مش استراكشر بقى، سيستم عام، انسان، حيوان، كلام من ده، فبيحصل حاجة اسمها ريزونانس ان نسبة الاكس ماكسيمم اللي هي الاستاتيك ديسبليس ماكسيمم دايناميك ديسبليسمنت على الاكس ستاتيك اللي هي الحركة الاستاتيكية، لو كانت فورس ستاتيك بتوصل النسبة دي زي ما احنا شايفين مع بعض الى انفينيتي. لعل الواحد يسأل نفسه، طب ما كده العملية بقت سهلة، لعل الإرهابيين يعيشوا معيشة حلوة بالعلم ويدمروا العالم كله. من رحمة ربنا إن مفيش منشأ في الدنيا undamped. الكلام اللي بيقول ده لو تفتكروا يحصل لمنشأ undamped structure. undamped structure. ومن رحمة ربنا ان مفيش منشأ في الدنيا دي كلها، او مفيش حاجة في الدنيا دي كلها undamped. مفيش حاجة في الدنيا دي كلها undamped. كل حاجة في الدنيا دي دامت. يعني زي ما قلنا كلمة undamped معناها يتحرك ده يتحرك الى ما لا نهاية. واخدين بالنا؟ تعالوا نشوف مع بعض بقى الحتة المهمة، forced vibration motion or damped structure. اللي هي الحالات الحقيقية بتاعتنا. هل المنشأ بيروح للإنفينيتي زي ما شفنا في الان دامبت؟ تعالوا نشوف. الكويشن في موشن بتاعتنا ام اكس دبل دوت زائد سي اكس دوت زائد كي اكس بتساوي اف، الاف ما بتساويش صفر، دي بنسميها سكند اوردر نون هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن، معادله تفاضليه من الدرجه الثانيه غير متجانسه لان طرف اليمين بصفر، والاكس بتاعتنا بتساوي الاكس هوموجينيوس زائد اكس بارتيكولار. الاكس هوموجينيوس كلنا جبناها قبل كده اي اس ناقص زيتا اوميجا ان تي في سي 1 كوساين اوميجا دي تي زائد سي 2 ساين اوميجا دي تي. فاكرين الكلام ده؟ خدنا الكلام ده قبل كده. يبقى لينا استنتاج البارتيكولار سوتش. الفورس هنحطها على صوره اف نوت ساين اوميجا اكسيتيشن تي. البارتيكولار سوليوشن هنفرض الاكس بفرض علشان يساوي الطرف اليمين بالشمال. هناك كنا بنفرض الاكس بارتيكولر لو تفتكروا بالسي 3 سي 3 ساين اوميجا اكسيتيشن تي من صح في الاندام اللي كان عندي اكس اكس دوت بس. فلما تحط الاكس بساين وتجيب الاكس دوت تلاقيها بساين برضه، فساين مع ساين في الطرف الشمال يديك ساين في الطرف اليمين. لكن هنا في عندي اكس دوت في الطرف الشمال، يبقى لازم لما اجي افرض الواي بارتيكولر بتاعتي افرضها على صيغه سي 3 ساين اوميجا اكسيتيشن تي زائد سي 4 كوساين اوميجا اكسيتيشن تي. واضحه؟ هنفاضل مره ونفاضل الثانيه نعوض فوق، هنساوي معاملات الساين في الطرف الشمال مع معاملات الساين في الطرف اليمين اللي هي اف نوت، وهنساوي معاملات الكوساين في الطرف اليمين مع معاملات الكوزاين في الطرف الشمال في الطرف اليمين اللي هي بزيرو. خد بالك الطرف اليمين كانه اف نوت ساين اوميجا اكسيتيشن تي زائد زيرو
او زائد اوميجا اكس عشان تي صح. فالمعامل في الطرف اليمين بتاع الساين اف نون، والمعامل بتاع الكوزاين زيرو. في الطرف الشمال انا فرضت الاكس، فرضت الاكس زي ما احنا شايفين قدامنا بسي 3 ساين اوميجا اكس عشان تي زائد سي 4. هتفاضل مره تجيب الاكس دوت تطلع بتاع ساين وكوزاين، تفاضل الاكس دبل دوت تطلع بتاع ساين وكوزاين. تعالى تعوض هنا تلاقي دي فيها ساين وكوزاين ودي فيها ساين وكوزاين ودي فيها ساين وكوزاين، تجمع الساينز مع بعض وتجمع الكوزاينز مع بعض تساوي معاملات الساين في الطرف اليمين مع معاملات الطرف الشمال، وتوصل ان السي 3 بالقيمه دي والسي 4 بالقيمه دي. يعني نقدر نقول ان الاكس اللي هي اكس توتال بتساوي اكس هوموجينيوس اللي هي دي اس ناقص زيتا اوميجا دي تي في سي 1 كوساين اوميجا دي تي زائد سي 2 ساين اوميجا دي تي اللي هو الهوموجينيوس. اما البارتيكولار سي 3 ساين اوميجا اكس تي زائد سي 4 كوساين اوميجا اكس تي. الجزء الهوموجينيوس ده بنسميه ترانزيت، والجزء البارتيكولار بنسميه ستيدي ستيت. وهنا بقى التسميه على حقيقتها ليه؟ الجزء الهوموجينيوس اللي فوق ساين وكوساين بس مضروبين بره في ايه؟ اس ناقص زيتا اوميجا ان تي صح؟ لما يكون الامبليتود بتاع الساين او الكوساين اي اس ناقص زيتا اوميجا ان تي بيحصل له تضارب ولا ما بيحصلوش؟ وده شفناه الريسبونس بتاع الهوموجينيوس لما اجيب كتله واحطيها يونت ديسبلاسمنت او يونت فيلوستي في الجامد بيحصل له ديكاي صح؟ وعرفنا من ضرب ديكينج قد ايه اللي هي الدلتا والكلام اللي احنا صدنا فيه قبل كده. فالجزء الاولاني ده بنسميه ترانزيت معاه مؤقت. الجزء الثاني ده اسمه ستيدي ستيت. ده حته مهمه لازم نفهمها، ان اول جسم ما بيتعرض لفورس في الاول لسه متاثر بالصدمه اللي خدها من الفورس، فبيقعد الاول يتهز اهتزاز كبير، والاهتزاز الكبير ده بيبدا يقل شويه بشويه مع الزمن صح؟ وده اللي بنسميه ترانزيت. اما الجزء اللي بيخص الفورس اللي هو فيه اوميجا اكسيتيشن، اللي هو فيه اوميجا اكسيتيشن ساين وكوزاين ثابت لا بيقل ولا بيزيد، وده معناه ان اي جسم بيتحرك في الدنيا في الاول خالص بيكون في شويه دربكه او شويه يعني قلق كده جواه من الراجل كان ساكن ده اللي هو اللي عليه. ففي الاول خالص بيبدا ايه يعمل شويه مقاومه ويروح ويجي ودربكه كده، وبعد شويه بيبدا يمشي مع الفورس، يبدا يمشي مع مين؟ مع ذلك الجزء اللي هو بنسميه ترانزيت معناه مؤقت، هو في اول سنتين ثلاثه بس الموضوع. لكن الجزء الثاني بنسميه ستيدي ستيت لانه ماشي معاه طالما الفورس متوفر عليه. كلام سهل؟ شوف بقى المرسوم بالازرق ده عباره عن الستيدي ستيت ريسبونس اللي هو بتاع الساين والكوساين والسيت. التوتال ريسبونس بالاخضر الفرق بينهم هو الهوموجينيوس اللي هو ترانزيت. شوف الفرق بينهم عامل ازاي في الاول؟ شايفين؟ في فرق كبير ولا مفيش؟ كل ما نمشي قدام الفرق بيحصل له ايه يا جماعه؟ عمال يقل 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 لغايه ما في الاخر ايه؟ مشي معايا. كلام واضح؟ كلام واضح؟ كلام جميل. لو رسمنا علاقه ما بين الاوميجا اكسيتيشن على الاوميجا ان والاكس ماكسيمم على الاكس ستاتيك هنلاقي المنظر ده قدامنا. نلاحظ بقى هل وصل انفينيتي؟ ما وصلش انفينيتي صح؟ لا، وصل قيمة وليكن مثلا 3. مظبوط يا جماعة؟ وهذا يعني انك انت اقصى حاجة تقدر تعملها لما تأثر بفورس، لما تأثر بفورس دايناميك وقدرت او حتى جوير على اي سيستم وقدرت توصل ان الاوميجا بتاعت الويف اللي بتاثر بيها بتساوي الاوميجا بتاعت المنشا او الستراكشر او السيستم، اقصى حاجه ان هيجي ديسبلاس هيزيد طبعا
بس مش هيوصل للانفينيتي اللي هو كام؟ ثلاث مرات في الحاله بتاعتنا دي. واضحه يا جماعه؟ واضحه؟ وكل تامبنج مزاد كل النسبه دي ما قلت اللي هي ثلاثه او اثنين. ينبغي ان احنا برضه كنا نقولها. لو حد بص للكيرف ده هيكتشف ان النقطة الكبيرة مش عند الواحد. فاهميني؟ البيك جاي قبل الواحد بسنة. مظبوط؟ وده طبعا لأن العبرة عندي بالديناميك في الدامبت مش الأوميجا إن، الأوميجا دي. فاكرين الأوميجا دي؟ الدامبت أوميجا، الدامبت فريكونسي اللي هو عبارة عن أوميجا إن في جذر 1 ناقص سكوير. ده اللي كنا ايه بناخد الكيرف التاني، فانت غالب هو ده اللي ايه اللي بيقف عندنا، فبتلاقي فيه شويه يعني ديفيجن او انحراف بتاع البيك عن الرنين بتاع الاندامبت. طيب تعالوا مع بعض في المحاضره الخامسه. طبعا دي كان خلاص بقيته بالنسبه له فاميلي يا جدعان ولا لسه مش متعودين على الكلام ده؟ يبقى دي الايكويشن اوف موشن بتاعتنا، وعرفنا ازاي نحسب، عرفنا ازاي نحسب يا جماعه الستيفنس والماس والدامبنج، وعرفنا الفورس في عندنا في الفيبريشن في فورس، وعرفنا قسمنا الموشن بتاعنا الاندامبنج ودامبنج سواء كان فري فيبريشن او فورس، وخدنا كل الكلام ده صح؟ بس في حته ما خدناهاش طبعا، دي كلها ديسبليسمنت بتاع كل حاله من الحالات، وزي ما قلت الكلام ده دلوقتي الامتحان جايز، ما عليك الا انك تكون عارف القانون ده بتاع الحاله دي. طيب دي حاجات احنا خدناها قبل كده وفهمناها، هنا بقى نقف وقفه خطيره جدا. ناس تركز. هنا نقف وقفه خطيره جدا. اللي خدنا من الفورس موشن، الفورسز عندنا اما تكون ايديال فورس يعني ساينسويدال او جنرال فورس زي اللي قدامنا الشخص بيده اللي قدامنا صح. عرفنا الساينسويدال بنشتغلها ازاي؟ سلام. لو دامج وقدامي ليها قانون بلا قانون المشكله كلها تكمن في لو جنرال. هل لو كان موشن دور واحد وزلزال اقدر ان انا اجيب الديسبليسمنت بتاعت الموشن كل ثانيه ينفع؟ وده اللي احنا هناخده في المحاضره. اقول تاني اقول تاني، احنا خدنا المره اللي فاتت لو ساينسويد وكان الفايده الكبيره منها هما ان احنا قدرنا نفهم مفهوم الريزنس في الدابل وان دام. في بقى عندنا الفورس ممكن يكون لها صوره ثانيه اللي هي جنرال فورس، قوة عامة، زلزال، مستطيل، شوك، ساعات يحصل كده واحد يقع منه حاجة على المكتب تروح مال المكتب المقصود. هل الفورس كبيرة؟ لا مش لازم، ممكن يكون الديناميك فورس هي اللي سببت لي ايه؟ الفيلم. طيب تعالوا بقى، خدنا طبعا خدنا لو عندنا فورس موشن اوف ان دام ستراكشر اندر اكسلريشن اوف ايديال فورس، جبنا الاكس والفي بتاعتنا وعرفنا مفهوم الريزونانس في الان دام، وفي الدام عرفنا عمليه ما توصلش كده قوي، امال بتبقى ايه؟ بتبقى يعني اقل من كده شويه. وعرفنا مقدار التعاظم، مقدار التعاظم بتاع الريسبونس في حاله الريسونانس في حاله الدامج اللي هو 1 على 2 زي. عايزين نتكلم النهارده على الجنرال فورس فيكشن. عندي اي فورس، اي فورس اثرت عندي، الفورس دي كانت فورس ديناميك متغيره القيم مع الزمن، عايز اجيب المنشأ اسمه. تعالوا نبص مع بعض
على المساله اللي قدامنا دي هنستنتج استنتاج بسيط ان شاء الله منكم، لكن يهمنا تكون عارف. نيوميريكال انتجريشن في حاجه شهيره جدا استكشف بينها طريقه اسمها افريج اكسلريشن ميثود. ايه بقى الافريج اكسلريشن؟ بيفترضوا انت عارف لما تيجي ترسم ده شكل الفورس بتاعتنا بتكون متغيره، الديسبيسمنت متغيره، الفيلوستي متغيره، الاكسيشن متغيره صح؟ فالراجل هيفترض انه هيجي على فتره زمنيه قصيره جدا 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 جدا، هيجي فتره زمنيه قصيره جدا جدا جدا. لما تيجي تشوف الكيرف بتاع الاكسلريشن ممكن واحد يقول لك يا عم ما انتش واخد بالك، اصل الحته الصغيره اللي انت خدتها دي التغير في الاكسلريشن فيها قليل جدا صح؟ فممكن انا اعتبر ان الاكسلريشن خلال هذه المرحله الصغيره ثابت اللي هو مقدار الافريج. وده اللي حصل، ان انا لو بدرس عند الزمن تي ار، لو بدرس عند الزمن تي ار ما بين زمن تي اي وتي اي زائد واحد، يعني قسمت الزمن بتاعي الى مراحل، المرحله الاولى الثانيه الثالثه العاشره، فجيت ما بين المرحله العاشره وال 11 والمرحله صغيره جدا، فجيت بصيت يجوز ان انا اقول ان الاكسلريشن بتاعتي خلال هذه المرحله اللي هي دي افريج اكسلريشن افريج بتساوي المتوسط ما بين الاثنين دول، واعتبر ان خلال هذه المرحله الاكسلريشن عند اي نقطه فيها بتساوي الافريج. فرض تقريري وقد يكون صحيح، وكل ما تقلل الدلتا تي كل ما يبقى صح، صح ولا صح يا جماعه؟ كل ما تاخد دلتا تي 1 من 10000، واحنا 10000 ثانية مش كده بقى عشان تقسم اللي فاتوا ثانية ولا بتاع صح؟ مش هتيجي، ما بالك واحد من 10000 دي لو جيت تدرس عليها الاكسلريشن هتتغير في واحد من 10000 ولا تعمل حاجة صح؟ فنهاية هنا افرض ان الاكسلريشن الايه افريج بتساوي 1 على 2 اي اي زائد اي اي زائد 1، وهذا يعني ان الاكسلريشن لاي نقطه واقعه في هذه المرحله اللي هي الاي تاو بتساوي نفس القيمه. طيب كلام جميل، هل ينفع نضيف اي اي ونطرح اي اي ولا بكده غيرنا حاجه؟ ما غيرناش حاجه، هناخد اي اي دي مع اي اي دي ونخليهم اثنين اي اي، ونخلي دي زائد اي اي زائد واحد ناقص اي اي دي لما نطلعها بره تديني اي اي، ودي تديني دلتا ايه على 2 اللي هي اي زائد 1 ناقص اي. اقول تاني، انا قلت ان الاكسلريشن خلال المرحله دي كلها بيساوي الافريج ده زائد، رحت واخد الاي اي اللي هي الاي في بدايه المرحله بتاعتي جمعتها مره وطرحتها مره مش مشكله خالص، خدت المجموعه اللي هي الاي اي مع الاي اي دي 2 اي اي ودي بره نص وعليه الاي اي، الاي اي زائد 1 ناقص اي اي دي اللي هو الفرق، اللي هو الفرق ما بين الاكسلريشن في بدايه المرحله ونهايتها هنسميها دلتا اي. هل في مشكله؟ دي عباره عن الاكسلريشن عند اي نقطه خلال هذه المرحله. هنكمل الطرفين مش اي مشكله خالص، نلاقي ان الطرف طبعا باين جدا انت كنت فارض ان الاكسلريشن بتاعك افقي، لما تفاضله لما تكمله مش هتجيب الفلوستي، تلاقي الفلوستي بقت لانيه. خدتوا كلامنا زمان صح؟ دي معادله من درجه زيرو تبقى معادله من درجه الاولى. تعالوا نكمل كده ونشوف الكلام، هكامل الطرف الشمال تكامل الاي تاو دي تاو تديني دي صح؟ تعالوا نكمل الطرف ده هيديني اي اي في تاو زائد دلتا اي على 2 في تاو زائد ثابت. طيب عايزين نجيب الثابت سهله جدا. الاي خد بالك بقى معايا في فارق بين التي وبين التاو. التي هو الزمن من بدايه الحركه كلها. التاو هو الزمن من بدايه المرحله اللي انا بعيش فيها. صح؟ فلو التاو بصفر يعني في اول المرحله فالفيلوستي بتساوي في اي. هنحط التاو بتساوي صفر، في بتساوي في اي، التاو بتساوي صفر ده يطير، التاو بتساوي صفر ده يطير،
هنوصل ان سي 1 بتساوي في اي، يبقى القانون بتاعنا ان في تاو بتساوي اي اي في تاو زائد دلتا اي على 2 في تاو زائد في اي. في مشكله؟ طيب تعال نشوف. التاو دي يعني ايه؟ يعني انا مثلا بدرس المرحله العشرة، تخيل ان انا خدت كل مرحله ثانيه ثانيه ماشي؟ فانا دلوقتي بدرس المرحله العشرة اللي هي ما بين السنة 10 والسنة 11. خلاص؟ بدل ما اقول الطايل عندي ب 10 وربع 10.3.4.5 ممكن ان انا اقول ان انا اخد حاجة اسمها تاو من بداية المرحلة بتاعتي. فالتاو بتبقى 0.1.2.3 لغاية 1. ماشي؟ يعني زي التي بالظبط بس تشينج اوف فاليو. تشينج اوف فاليو. طيب لو عايزين نحسب الديسبلاسمنت نعمل ايه؟ نكمل الطرفين مره ثانيه. نفس الكلام. تعال نكمل. هنكمل الفي تاو تديني اكس تاو، هي الديسبلاسمنت عند اي نقطه في المرحله. هتساوي اي اي تاو تربيع على 2 زائد دلتا اي على 2 تاو سكوير على 2 كمان يبقى 4 زائد في اي تاو زائد سي 2. عايزين نجيب ثابت التكامل، نحط التاو بتساوي صفر، الاكس بتساوي اكس اي، طبعا تاو بالصفر ده يروح ده يروح ده يروح، يتبقى لي ان السي 2 بتساوي اكس اي، نعوض بجيم القانون بتاع الاكس تاو. طب يعني ايه لازمه الكلام ده؟ لسه ما فهمناش حاجه. هنشوف. انا عايز خد بالك بقى، انا جبت قدرت اجيب قانون لل A وقانون لل V تاو وللاكس تاو. لو انا عايز احسب في نهايه المرحله اعمل ايه؟ سهل، هحط التاو بدلتا تي. مش كل مرحله يا جماعه عايزين نفتح دلتا تي دلتا تي دلتا تي. التاو دي خلال المرحله. لو عايز تجيب اول مرحله احط التاو بكام؟ بصفر. عايز تجيب اخر مرحله احط التاو بكام؟ بدلتا تي. طبعا لما تحط تاو بدلتا تي تجيب لك اي اي زائد واحد وفي اي زائد واحد واكس اي زائد واحد. بص بص بداية المرحلة الفلوستي في اي، نهاية المرحلة في اي زائد واحد. نفس القصة، بداية المرحلة اكس اي، نهاية المرحلة اكس اي زائد واحد. فده اللي يحصل هنا، ان انا اشيل التاو واحط دلتا تي واجيب الاكس اللي هي تساوي اكس اي زائد واحد. جبتها بالقانون الجميل ده وشلت كل كلمة تاو وحطيت مكانها دلتا تي. هنجيب الاكس اي في الطرف الشمال بالسالب. اكس اي زائد واحد ناقص اكس اي، مش ده عباره عن دلتا اكس؟ صح يا جماعه؟ مش ده عباره عن دلتا اكس يا جماعه؟ كلام جميل جدا. سيب ده شويه. نفس الكلام هعمله مره ثانيه، هحط التاو بدلتا تي واجيب الفيلوستي، من الفيلوستي الاقي ان الفي بتساوي في اي زائد واحد، هعوض هنا، هجيب الفي اي الطرف الثاني، تديني في اي زائد واحد ناقص في اي، هجيب دلتا تي. يبقى انا دلتا جي دلتا اي دلتا بي دلتا اكس. تعالوا نرجع للايكويشن الفوشن بتاعتنا. مش الايكويشن الفوشن بتاعتنا بتقول ام اكس دبل دوت زائد سي اكس دوت زائد كي اكس بتساوي اف؟ صح. المعادله دي ممكن اطبقها عند الزمن ار، ينفع؟ ينفع. يبقى ام في اكس دبل دوت ار زائد سي اكس دوت اي زائد كي اكس اي بتساوي اف ار. واقدر اطبقها عند الزمن اي زائد واحد؟ يجوز. يبقى ام اكس دبل دوت اي زائد 1 سي اكس دوت اي زائد 1 زائد كي اكس اي زائد 1 بتساوي اف اي زائد 1. لو طرحنا المعادلتين من بعض هناخد ام على المشترك، يبقى لي اكس دبل دوت اي زائد 1 ناقص اكس اي دبل دوت. صح. ونفس القصه تديني سي بره على المشترك اكس دوت اي زائد 1 ناقص اكس دوت اي، وتديني كي اكس دوت اي على المشترك تديك اكس اي زائد 1 ناقص اكس اي. طلعت ملحوظة جميلة، اكس دبل دوت اي ناقص 1 ناقص اكس اي ده اللي هو دلتا اي. صح ولا صح يا جماعة؟ وده دلتا في وده دلتا اكس. بس ده لسه بيقدم شوية علاقة ما بين الدلتا اكس والدلتا في والدلتا اي، هنعوض هنا نوصل في الآخر إلى قانون خطير جدا. لا لا لا
ده قانون عظيم. مش مهم الاثبات، انا اجي كمان القانون بيجي في حته. القانون ده ميزته ان كان عندي معادله فيها اكس واكس دوت واكس دوت دوت، وانا تاني مش عارف اردد وابدا. فالقانون ده عمل ايه؟ حول لي الدلتا في لدلتا اكس، وحول لي الدلتا ايه؟ الاكسليشن الى دلتا اكس. وصلني الى قانون جميل جدا، مقدار مضروب في دلتا اكس بيساوي مقدار اصلي. بنقدر نكتب دي على صيغه كي افكتيف في دلتا اكس بتساوي دلتا اف افكتيف، حيث ان كي افكتيف اللي هو في الطرف الشمال اللي قبل دلتا اكس، دلتا اف افكتيف اللي في الطرف اليمين موجود عندنا بسهوله جدا. خطوات الحل، ركز معايا بقى، خطوات جميله قوي. اول حاجه الام والسي والكي بتوع المنشأ معروفين ومش عارفين معاهم. الام والسي والكي حد يعرفه؟ عارفين. الاكس نوت والفي نوت والاي نوت عارفينهم؟ اه. هو بيكونوا صفر لو نشي. والفورس معروف ولا مش معروف؟ معروف عند كل زمن. بنختار دلتا تي معينه، بنحسب كي افكتيف. دلتا دي طبعا تاخدها واحد من عشره، واحد من مية، تذكر في المسألة. طبعا كل ما قللت الدلتا تي، الدلتا تي ولا تقل؟ دي طبعا. لأن الفرض اللي أنا فرضه من الأول هيبقى أدق. إن التغير في الأكسلريشن خلال الدلتا تي دي صغير. جميل. هنعمل حاجة اسمها كي افكتيف، اللي كانت موجودة عندنا قبل كده، اللي هي بتساوي 4 ام على دلتا تي سكوير زائد 2 سي على دلتا تي زائد كي. الام والسي والكي عندي والدلتا تي عندي، اعرف جبت كي افكتيف؟ بنبدا بقى فور ايتش ستيب، مرحله مرحله. ابدا اخد يا جماعه، ابدا اخد يا جماعه احسب دلتا اف اللي هي بتساوي اف اي زائد 1 ناقص اف اي. يعني عندي الكيرف مرسوم، باخد الديسبلاسمنت الفورس هنا ناقص الفورس بتاع المرحله اللي قبلها، ونحسب حاجه اسمها دلتا اف افكتيف بتساوي دلتا اف زائد 4 ام على دلتا تي زائد 2 سي في في اي اللي هي بتاعت بدايه المرحله بتاعتي، زائد 2 ام في اي اي اللي هي الاكسلريشن في بدايه المرحله بتاعتي. جميل. هنقسم الدلتا اف افكتيف على الكي افكتيف، نجيب الدلتا اكس، جبت الدلتا اكس تعرف تجيب منها الدلتا في، تعرف تجيب منها الدلتا اف. يبقى خد بالك بقى، شوف الطريقه جميله قوي. بعد كده بقسم المسألة بتاعتي لشرايح. أجي في كل شريحة ولكن الشريحة الأولى. أقول في بداية الشريحة، في بداية المرحلة دي، الديسبلاسمنت والفلوس والأكسليشن، عارفين ولا مش عارفين؟ معروفين. الفورس في بداية ونهاية المرحلة دي معروف ولا مش معروف؟ معروف. نطرح من بعض نجيب الدلتا اف. يبقى أنا جيت في المرحلة الأولى وقلت إن في بداية المرحلة دي في عندي ديسبلاسمنت فلوس أكسليشن معروفين. اللي هم الإيديشن. والاف بدايه ونهايه معروف، هطرحهم من بعض كلمه دلتا اف، وعن طريق الفلوستي اللي في بدايه المرحله والاخير بدايه المرحله والدلتا اف بتاعته تجيب دلتا اف افكتيف. جيب دلتا اف افكتيف، تقسم دلتا اف افكتيف على كي افكتيف تجيب دلتا اكس، تعوض تجيب الدلتا في، تعوض تجيب الدلتا اي. يبقى انا قدرت اجيب في المرحله الاولى دلتا اكس ودلتا في ودلتا اي. لو جمعتهم على القيم بتاعت الديسبلاسمنت والبروس والاكسلريشن في نهايه المرحله، اعرف اجيب الديسبلاسمنت والبروس والاكسلريشن في نهايه المرحله الاولى ولا ما اعرفش؟ اعرف. اتنقل للمرحله الثانيه والديسبلاسمنت والبروس والاكسلريشن اللي كانوا بتوع نهايه المرحله الاولى بقوا هم بتوع بدايه المرحله الثانيه. فهمتوا؟ وقرروا نفس العمل. دلتا اف افكتيف اقسم اجيب دلتا اكس في المرحله الثانيه ودلتا في ودلتا اي، اجمعهم مع اللي في بدايه المرحله الثانيه اجيب اللي في نهايه المرحله الثانيه، وانتقل للمرحله الثالثه واقول الديسبلاسمنت والبروسس اللي في بدايه المرحله معروفين اللي هم مين؟ بتوع نهايه المرحله الثالثه. فهمت القصه؟ سلام؟ سلام سلام. تعال ناخد مثال. تعال ناخد مثال. شفت الفورس اللي قدامنا دي؟
فرصة ضخمة أو صح؟ فرصة كبيرة عم عراي طالع نازل طالع نازل طالع وبيديني الام بيديني كيلوزن على المتر في السكند سكوير بيديني الكي بيديني الزيت. أول حاجة نحسب الأوميجا في 10 هنحسب السي اللي هو 2 زيتا ام اوميجا لو تفتكروا كل دي حاجات عادية. أبدأ أحسب في المسألة بتاعتي الكي افكت. احنا استسهالا في المسألة دي هناخد دلتا تي بوينت 1 ممكن نقلل عنه ممكن طبعا. جميل هاخد الدلتا تي بوينت 1 طبعا عايز احسب كي افكت. كي افكت بتساوي ايه؟ بتساوي 4 ام اللي بكام يعمل حد؟ 2 يبقى 4 في 2 على بوينت او 1 هي بوينت 1 تربيع زائد 2 سي اللي انت لسه حاسبها على دلتا تي اللي هي بوينت 1 زائد كي اللي هي 200 جبنا كي افكت ودي ثابته ما بتتغيرش في المساله. كي افكت ما بتتغيرش. جميل هندخل على مرحله مرحله. دلتا اف افكت بتساوي دلتا اف زائد 4 ام ده القوانين موجود في الامتحان 4 ام على دلتا تي زائد 2 سي في في ار زائد 2 ام في اي ار. هي الام عندنا بكام فوق؟ 2. الدلتا تي عندنا بكام؟ بوينت 1. السي عندنا بكام؟ ب 2. نقدر نعوض 4 في 2 على 1 من 100 4 على 1 من 10 اسف 4 في 2 ب 8 1 من 10 ب 80 زائد 2 في 2 ب 4 تبقى 84. جميل الام ب 2 2 في 2 ب 4 يبقى 4 كده. يبقى اول حاجه بحسب القوانين بس واصفين فحسبت ان الكي افكتيف ب 1040 الكي افكتيف ب 1040 الدلتا اف افكتيف الدلتا اف زائد 84 في اي زائد 4 كده. الدلتا في ب 2 على دلتا تي دلتا اكس ناقص 2 في ار. الدلتا دي بكام؟ 1 من 10 تديك 20 دلتا اكس ناقص 2 في ار. نفس الكلام الدلتا ايه؟ 400 دلتا اكس ناقص 40 في ار ناقص 2 في ار. بنعمل ايه؟ جدول جميل. تعالوا نفهمه مع بعض. ادي الاكس 0 بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4 5 6 8 الديسبيريشن في البدايه والبروس عشان بصفار. ادي الفورسز اللي عندنا ادي عباره كده بص 0 50 ناقص 50 40 ناقص 20 70 ناقص 80 40 0 هي دي القيمه اللي مكتوبه صح ولا صح؟ مظبوط؟ دلتا اف اللي هي عباره عن الاف ناقص اللي قبلها الاف ناقص اللي قبلها الاف ناقص اللي قبلها بالاشارات الاف ناقص اللي قبلها بالاشارات الاف ناقص اللي قبلها بالاشارات سلام. يبقى هقدر احسب دلتا اف. دلتا اف افكت ما انت عندك دلتا اف افكت بيعمل حاجه بتساوي دلتا اف زائد 84 في اي زائد 4 اي ار. هي في اي واي اي في المرحله الاولى بكام؟ بصفار. فتديك ان دلتا اف افكتيف بنفس القيمه 50. فعايزين نحسب دلتا اكس عادي هناخد دلتا اف دي ونقسمها على 1040 اللي هي كي افكتيف. جميل جبت الدلتا اكس اعرف اجيب منها الدلتا في اعرف اجيب منها الدلتا ولا ما اعرفش؟ هاخد التلات قيم دول واجمعهم على التلات قيم دول. بص اهو صح 0 زائد بوينت 4 تديك بوينت 4 لحظة و0 زائد بوينت 9 6 تديك بوينت 9 6 و0 زائد 9 تساوي 19. اللي عملته ده هكرره ومره ادي الدلتا اف اللي احنا جبناها هنا. هحسب الدلتا اف اف اللي هي دي ازاي اعمل حل؟ قانون معروف دلتا اف افكت بتساوي دلتا اف تساوي 84 في ار الجديده بتاعتي
زائد 4 AI اقدر اجيب الدلتا ايه؟ الدلتا في افكت، دلتا اف افكت. طب القيمة دي اعرف اجيبها ما بتساوي ده، بتساوي ده على 1040. جبت دلتا اكس اقدر اجيب منها دلتا في ودلتا ايه ما اعرفش، من القوانين اعرف. اخد الثلاثة دول اجمعهم على الثلاثة دول اجيب الثلاثة اللي هم في بداية المرحلة اللي بعدها. بكرر نفس الكلام حتى اصل الى النهاية.